اتحاد المصارف العربية يختتم مساء اليوم أعمال مؤتمره الدولي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ وسط حضور دولي كبير. وقال محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن نحو 250 مسؤولا ومصرفيا من 16 دولة عربية يشاركون في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد لمدة 3 أيام بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان التمويل والاستثمار في تعزيز الاستقرار. وتم مناقشة التحديات والتحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.